السلام عليكم دراري، كصبحتوا بخير، هانيين صحتكم بخير. احنا ان شاء الله جيناكم بواحد الفيديو عاوتاني جديد. كما كتشوفوا اليوم راه البحر اصبح ناقص، اليوم الجمعة اصبح البحر مزيان ومع تيسير الله نجربوا ان شاء الله اليوم بالتقنية ديال بوزروقة. بحر مروم، بحر هادي ديال بوزروقة، هذا ديال الخدمة ديال الدكان. وان شاء الله الدراري اليوم غنوريكم مونتاج اللي غنصيد بيه عاوتاني اليوم. انا اليوم صيد الدراري في بلاد قصيرة كما كتشوفوا، هذه بلاد قصيرة كلها تقاصر. وان شاء الله الدراري اليوم غنوريكم واحد المونتاج، الدراري اللي باقي ما شافوش المونتاج اللي ما عرفوش غنوريهم دابا. وبالنسبة للدراري الترقيعة اللي قلت لكم غنصيد بها هي العشرين، والخيط الرئيسي هو هذا اللي هابط من القصبة يجي من الماكينة، وهذا 35 بوشونة ديال التوقاف ضرورية الدراري. كتعبر البروفوندور تعرف فين كتلوح فين كتروماها. والترقيعة الدراري المونتاج ديالي ديال الترقيعة هو هذا كما كتشوفوا لدونا. اليوم البحر طايح، اليوم راه غنصيدها بجوج دالجرام كما كتشوفوا. القميمة صغيرة، هاهي ترصيص دلدون صغير. الترقيعة الدراري ديال العشرين كما كتشوفوا، هاهي الترقيعة ديال العشرين رابطها مع 35. وكما كتعرفوا بوزروقة كتبغي هاد السنانر الدراري، هاد السنانر كوشيات د الكحل، المهم النوع تكون كوشية كحلة ديال بوزروقة. ودابا الدراري غادي ان شاء الله نوريكم الطريقة كيفاش تجمعوا بوزروقة ديال الظل. شحال ديال الدراري سولوني قالك وريونا ملي كتجمعوها، نوريكم ملي كي كتكون أكثرية في كتكون بزاف. وكما كتشوفوا الدراري انا هبطوا هاد المحقن، هذا هبطوا هاد الحفرة هادي، نوريكم فين تيكون بوزروق ديال الظل. هو الدراري تبارك الله خير مولانا ديال بوزروقة ديال الظل كيكون ديما شاد الحفار يشد المحاقن. دابا هدا راه محقن انا هابط ليه، محقن غارق هذا، هدا مانع كما كتشوفو بوزروقة راه كتشد المنع تاهي. وهدا الدراري كيكون رطب، ها كتقيسو، هاهو كما كتشوفو كتقيسوه كيكون كيتحرك، ها كلو هدا كيكون فاسخ. الدراري قاعد اللي كيتحرك راه فاسخ، غنحيدو منو واحد الجبح كما كتشوفو. هاهو هانتوما الدراري باش تعرفو فاسخ، ما غادي نجبد شي وحده فيهم وغنطرطقها. ها كما كتشوفو ساهل كيتبجغ، شوف كما كتشوفو فاسخ فاسخ وسمين. الدراري ملي كتهرسو كتلقاو فيه الحموره كما كتشوفو معايا. ابو زروقة هي هادي الدراري كنضربها من الظل، كنحاول نديرها في شي صويك بحال هذا، شي قراب يكون عندي شي قراب بحال هذا. نديرها هنايا في القراب، نحاول الدراري نديرها في الماء ما نخليهاش على برا في الشمس. هما كما كتشوفوا تبارك الله شو كيدير هنايا كله فاسخ، هاكا تقيسو كيتبعك، هاكا تقيسو كيتبعك كله رطب. شوفوا كله كيتحرك، عفوا مبقاش شي صبعك كيمشي. شوفوا تبارك الله ابو زروقة كيدير كحلة، هو اللي كيحماق عليه الشرغو والزريقة. هذا الشيء اللي كاين الدراري، وان شاء الله تكون شي حصيله نوافيكم بها.
الدجاج الملكة الملكة وعاد الأشرار تبارك الله. ها هو تشدو بيديك. ها